الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، له الحمد كله في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة نتناول مثلا ذكره الله تعالى يثير الشفقة ويبين حال أولئك الذين يختمون أعمالهم بما يحبط ما تقدم من صالح عملهم. يقول الله في محكم كتابه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء؟ هذه توصيف لحال يسأل الله تعالى على وجه الاستفهام الإنكاري، أي لا يود أحدكم أن تكون حاله كهذه الحال. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، فلم تقتصر هذه الجنة على هذين النوعين من الثمار والأشجار التي هي أطيب ما ينتجه المزارعون، بل له فيها من كل الثمرات، فليس ذلك مقصورا على ثمر النخل والعنب. يقول الله تعالى: وأصابه الكبر، أي بلغ من السن عمرا متقدما، وله ذرية ضعفاء، فهو لا يعول نفسه فقط، بل له من يعولهم من صغار ينتظرون القوت من جهته، وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون أن يكتسبوا، لم يبلغوا حد القدرة على الكسب والعمل والاستقلال بتحصيل المكاسب، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار. فجأة جاءها إعصار، هذا الإعصار كان محرقا، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثل مثل شريف عظيم كبير، له منزلة، ضربه الله تعالى ليبين حال من يعمل الصالحات ثم يختم ذلك بما يحبط كل ذلك البناء. وقد اهتم به الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عمر سأل الصحابة رضي الله عنهم عن قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة، ما معناها؟ قالوا: الله أعلم. عمر حازم سألهم ليجيبوا، فقالوا وأراد جوابا فصلا واضحا، إما أن يجيبوا وإما أن يقولوا لا لا نعلم، ولذلك قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيئا يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس، وكان حدثا صغيرا بين سائر الصحابة الذين كانوا في حضرة عمر، قال: قل لي يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال: ذاك مثل ضربه الله لعمل. فقال عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ قال: ذاك مثل ضربه الله لعمل. ثم قال عمر رضي الله عنه لرجل عمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث له شيطانا فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. هكذا يبين لنا عمر رضي الله عنه مقصود هذا المثل، وأنه مثل لرجل اجتهد في الصالحات وعمل بالخيرات، ثم إنه ختم له بما أفسد ذلك البناء. ولك أن تتخيل رجلا يبني بناء، عمارة أو فلة أو بيتا، ويجتهد في صفه على نحو متقن، حتى إذا قارب النهاية وأدرك وصول الغاية وقارب اكتمال البناء، إذا بهذا البناء يتساقط، إذا بهذا البناء تصيبه هزة أرضية فتسقطه، أو يأتيه من يزلزل قواعده فيهدمه.
أي غبن أي خسار يصيب ذلك الشخص، إنه خسار كبير، لا سيما عندما تتحقق فيه الأوصاف التي ذكرها الله تعالى. ذاك رجل قد بلغ من السن سنا متقدمة، هذا البيت هذا البناء ليس له وحده، بل يؤوي فيه من يكون قائما عليه بالإنفاق والعمل. إنه خسار كبير، إنه مصيبة عظمى. هذا هو مثل كل من عمل صالحا ثم ختم له بسيء. إن ذلك لا يكون خبط عشواء، الخواتيم هي ثمرة المقدمات، وكما قيل النتائج بمقدماتها. فمن اجتهد في الصالحات وأحسن النية والقصد واجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل وأدام التوبة والاستغفار، حاشا أن يختم الله تعالى له بسوء، فإن الخواتيم تكون ثمرة المقدمات. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سوء الخاتمة، فقال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يعمل بالطاعة الزمن الطويل، أو يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ولذلك من المهم لنا أن نحرص على الخاتمة الحسنة في كل أمر في كل شأن، فإن الخواتيم إنما تكون لمن وعى خطورة الخاتمة السيئة. لذلك كان الصحابة يخافون من النهايات، فخوف النهايات يقلق، فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي لك أن تحرص على إتقان العمل الحاضر والاجتهاد فيما أمرك الله تعالى به الآن من فعل ما أمرك به ونهيك وتركك ما نهى عنه، ولتبشر بخير كثير، فإن الله يعطي على القليل الكثير، والله تعالى يحفظ العبد ويسدده. فالذين صدقوا مع الله لابد أن يصلوا إلى مرضاته وإلى طاعته، فاحرص على الصدق مع الله تعالى وكثرة التوبة والاستغفار، وإياك أن تركن إلى صلاحك الظاهر، فإن الله لا ينظر إلى الصورة الظاهرة فحسب، بل طلب منك صلاح الباطن وصلاح الظاهر. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اللهم ألهمنا رشدنا قنا شر أنفسنا، اختم لنا بخير، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، إلى نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.